bulshada midki wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga hantilay waka watani watankiisimo rabsani dunye farxadoo malay waka watani watankiisimo rabsani dunye farxadoo malay watankii bulshada midki wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga وعنان هورتي إيو وبكل برقلي وقنا أهو وأنا قاعد وكاوتني وتنكيسمو رسني الدنيا فرحة لو قليل وكاوتني وتنكيسمو رسني الدنيا فرحة لو قليل وعنا نهور تيئي وبكل برقضي ودنا أهو وأنا قاعد لي waka watani watankiisimo rasani dunye farxa loo qalayne waka watani watankiisimo rasani dunye farxa loo qalayne sama wada watani wadna deeqdaye wadartood bulshadu waxay leeyihiin hore no wado watankana hago hore no wado hogami hogami hore no wado watankana hago hore no wado hogami hogami hore no wado watankana hago hore no shaabiga gobolka sanaag gaar ahaan degmada Xaragaabo salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga iyo wafdigaan hogaaminaya waxaanu idinku nimi maanta oo safarka iyagu yahay ujeeddadiisu hal wax oo ah inaanu shacabiga sanaag guud ahaan u soo mahadnaqno oo uga mahadnaqno taageeradii ayna siiyeen xisbiga wadani ay siiyeen intaa waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabiga intii aan codka ka siinay waan u mahadnaqaynaa aniga shaksiyan iyo xisbiga wadaniba gobolka sanaag meel gaaru nagaga yaalla gaar ahaan degmada Xaragaabo markii uu wadani noqonayay ururka ahaa uu noqonayay xisbiga waa degmadii koowaad ee uu number one ka galay ee meeya ku furay meeqaamkaasi marna isma bedelin berigii dhaweyne doorashada madaxweynaha number one baa gashay dadaalkii iyo wacdarihii iyo shaqadii badnayd ee qabateen iyo wanaaggii aad samaysteen iyo taageeradii nafta maalka iyo waqtiga lahayd ee aad siiseen xisbiga wadani baanu idinka mahadnaqaynaaeer sanaag guud ahaan gaar ahaana degmada Xaragaabo qalbiga iyaga marna ka bixi mayso waxaanu maantana idinku nimi waa fariin intiina halkay joogta un maaha waa dhammaan shacabiga gobolka joogaana fariintaa u wadnaa meel kasta ay ka joogaan gobolka sanaag
آديان دوما ستي انت واحد مرة قول كسيناك ثاني شين شاقي قول ملقارة ما يقصوا تنوي أدامي ما عايز بيه وطني قول كنوان قول كنوي تقرأ في وقبل كم خيرات كتبت هذا حال الوطن هذا بيئة الوطن هذا كلوم الوطن هذا الله الوطن إما كان انتهى قالوا يا سيد طب اسلام وين نعم إلى أي ربك أن نعمل كل أنا نسيبه كشف رمضان وإن سيادني وإن شكرتم لا يزيدنكم دول كالتناك قال عندك من عين فمين وحكيت في حتى لو نتفق لهم سنوية بجمعين وكم مضيق فيه في غرائي ثم النواع إلا أنه لا يوحب من مدرسته ساكي وحن دولنا الله عالم عين فمين وهل يتطلع لي سبكيني كرو ما يسبوني من كلام يانا يا دفاعي وايا اندفع نوا انت اسمو وقت يا لبو تحيي واصلي حكومات هذي كنت عطاعي نبوت تبري ولا يحب الله دماء الشعب يقبلك قال هانتك من عيل اخوين وبرمت ان الوقت ناك يرسيني نوحوي إن بطا علم البطا مطهي وحيوتا يغس كستا وحيوتا يغوي كستا وحيوتا يوحبرشان عروتي وحيوتا وطهي ونسوحوت كي يوضا نوراشي ولا لها ولا لنبضا وحي بسوات شهديني ناين علاد اللي يسكد ايوم وان بطا اللي قمض الشقي ايوم وشارك الله ايوم ونسوع اليوم ولا لنبضي ولا نوراشي إسلام نماذا يقول آخرين هي بيتنطعي ودوك هي بيتنطعي وشوبان لان بيتنطعي وقبل كي تنطعي إن معلوم المعفي وضيقية عام والله إلا وصول مفضيئيو ضني لي معها وحضني لي عائنا يدفر نبوتك الشقيسان وكدان هذا إذا كنت غير لكم عدك لما حلي كرتون وكومي يزوس وعطون لكي لتعلم لو لا صنرور ويكوفا الشرنطي سيدي ويكوفا الشرنطي لسي العرفة مشاركة وغالية وحا هلقا لك الشيخ المغني تبكي دولو إن عميال في سناقة أي تشوقين هركي سلح من مالبط ويدوني إني مدحوينها لكرمان ومدحوينها ديني وإلا كرمان وسيرك الداخلية ووسيرك ديني ودوني إني وسيرك لقوة كسوة شد لكرمان ويديني وهلا يقولي نيكي بلا صار جهاية رماحة وقرم إنسان مركي ومتبيني تشوقين كبيني ولقنا سطلع وشارة كاملة بهذه نتفي مدحوينها أو تري هذا اللي جبت له ساعدت له وبتري وضيع ساسنا لحنا معلومات سوية ولا له هذا اللي حقرب له أو حقرب له أو ضيع له أو سلاطين له أو غيّن له وعنوان اللي مدحوين كل ساعات كجاء بشر أسيا يكون بعض المدحوين والله هو روحي وحاكم طيستين هذا الشعب هو شو يقول هذا هو شيقي هذا هو شيقي ولا ليا سومالي لان وحانا نعلم دوني في حسبيعان إلا إن غطان سومالي لان بلسميه وتدخل لليه قوامك وحين نيكا كنو تقفت إياه ما كش عيسا إياك لو يعدى تشوغا إياك عيلا يتشوغا إياك بربري تشوغا إياك كل حاك تشوغا كعيل قابة تشوغا إياك بيولا بتشوغا دستو كان يكون فرنطاي
in dhammaan muwaadiniintu ay leeyihiin xanuunsan. Laakiin maanta xukuumadii kurmiye waxaa looga bartay inay dadka u kala eexdaan oo ay xitaa dastuurka jabiyaan si ay ugu kala eexdaan, waayo dastuurku wuxuu leeyahay ganacsiga Soomaaliland waa xor, madanbaliguna waa xaaraan. Xukuumadda Soomaaliland labada xukuumadoodba waxay noognahay inay waxyaabaha qaarkood cid gaara u xidheen oo ilaa iskeeni karta ma joogto. Waxaa ka mid a xadhigga badda hoostiisa mara iyo ka dhulka marada waa leena madaxweyne dastuurkana u soo noqda muwaadiniinta wada xaqooda sugan si saas maaha. Waxaynu leenahay muwaadiniinta xaq siman si oo qandaraasyada inta adiga ku shaqaysa u haseen ee soo bandhiga ummadda hawsa furto waa loo sinaada oo ka xiligaaba jooga qandaraaska timirtaa soo qorto kaxafiiska madaxweynaha joogayaa la siinay soo saas maaha. Madaxweynaha waxaa ka warqabtaa dego-aankii doorashada waynu aqbalay, waxaynu u aqbalay, waxaynu u tuugnay qaranka, waxaynu u tuugnay canuunta, waxaynu u tuugnay shacbiga. Maanta madaxweynaha muuse aynoo ah, laakiin muuse waxa looga baahan yahay cadaalad iyo sinaan inuu dadka ku hogaamiyo. Lahol baanaa inuu kala qof ku hogaamiyo oo idinla magac la baxdo sheegaan iyo wax lamid a, inta kalena layska ilaawo uma baahnin maanta. Waaleena madaxweyneintii adaanu kaaga hadno madaxweynaha shacbiga sin oo kii ku doortay iyo kaa ku dooranba sin oo ka wadani lagu tuumo shaqada ha keeni sawsaas maaha. Waxaan ku soo arkay laascaanood soddon qof oo shaqaynaya in ugu xadhaligiin wadani baa tiyey sanaagna way joogaan soo maaha hargeysana afkaasna ka joogaa. Hadda madaxweyne kuwaa madaxweyneyaal madaxweyneed hadda odoon tahay kuwaa shaqada laga eriyey iyo kuwii aad ka bedeshay kurdiya ka soo jeeday labadaa madaxweyneyaaltu waxaynu u baahannahay sanaag khayraadka dheeraadka ee wadanka dheertay waxaa ka mid a beeyada. Beeyadu ganacsiga waa in la xoreeyaa oo lfar noqda, waa in cabulinta laga daayaa, waa in weliba la taageeraa oo xukuumaddu way dhiirigelisaa haddaanay lacag siinaynin dhibaatoduna kadiis. Waxaynu shacbiga reer sanaag ugu baaqayaa inaa ilaalistaan midnimada iyo wada noolaashaha iyo walaaltinimada idinkoo weliba xukuumad idiin soo gurmanaysaa oo idin kala celinaysaa oo idiin odayanaysaa inaanay jirin. Isku tashada nabadda ka shaqeeya, ummadda nabadeeya, nabaddu khayrku ku jiraa, raxmaddu ku jirtaa, ilaahayta bidaas ku jira. Aad iyo aad baa umaadsantihiin. Waxaan umahadbaqayaa hadduha oo si gaara ugu mahadbaqayo, waxaan umahadbaqayaa waayeelka iyo madaxda dhaqanka, waxaan umahadbaqayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga, waxaan umahadbaqayaa dhammaan shacbiga gobolka sanaag si aan noo codeyno. Warayntu waynu ku wada socotaa sacbi horeynta iyo mahadnaquba shacbiga sanaag buu ku socdaa. Aad iyo aad baa umahadsantihiin.